كنت اتوقع كلكم عارفين شكون هو الشخص هذاك، بس بالناس اللي عايشين في شي كهف وما عارفينوش ما تخافوش، انا دابا غادي انلايت يو وغادي نشرح لكم القصه ديالو كامله. هذا الشخص هذا سميتو مستر بيست، وعنده اكبر قناه على اليوتيوب، اكبر قناه فرضيه ماشي شركه. ما يجيش واحد يبدا يفهم عليا ولا راه كاينه شي سيريز ولا عارف شي سيريز راه شركه راه غادي نعطل. anyway هذا الشاب اللطيف هذا ناض نزل واحد الفيديو اللي غادي يدير شويه ديال الجدل، واللي هو ناض ومشى لافريقيا واللي هي القاره السعيده ديالنا، وبنى فيها 100 بئر موزعه على الدول الافريقيه الفقيره. طبعا راه عنده فيديو لاحو فين دوكيمونتي هادشي كامل، تقدر تمشي تفرج فيه باش تشوف داكشي كيفاش طرا بالتفاصيل زعما. وانا بالنسبه ليا هادشي اللي دار، وخاصه هاد الفيديو هذا، وخاصه هاد الفيديو هذا من بين احسن الفيديوهات اللي دار من بعد الفيديو ديال مليون شجره، وي مشى غير مليون شجره. anyway شي حاجه عارفه يعني، فاش كتمشي تشوف فيديو وكنشوف كيفاش داكشي تخدم، المعدات اللي جابها باش تحفر البئر، علاش كان خصهم يحفروا لواحد المسافه طويله بزاف من تحت الارض، ويفوتوا المياه الملوثه عاد يقدروا يوصلوا للمياه الصالحه للشرب. راه فيديو بقيوم النيت وماشي ب 20 مليون. برو مالي انا في الفيديو هذا صاحبي. وماشي غير هادشي اللي دار مستر بيس، كانت واحد القريه مقسومه على جوج، الديور والمساكن كاينين في جهه، والطبيب والمدرسه والشيء الاخر كانوا جهه اخرى، وباش يدوزوا من جهه لجهه كانوا كيدوزوا على واحد الجسر، وداك الجسر مصوب غير بالعصي والخشب وداكشي مربوط بالحبال، المهم داكشي بدائي بزاف، وكانوا مسلكين راسهم، ولكن فاش كتجي الشتاء كيولي داك الجسر مميت، لدرجه كان كل فصل الشتاء ضروري كيفقدوا شي واحد، ولا شي تلميذ كيموت لهم تما وكيدير واد، فناضوا قاد لهم جسر وبناوه مزيان، جاب لهم داتا شوات المدارس باش يحسنوا القرايه ديالهم، جاب لهم بيسيات، فرق عليهم بيكالات، صافي كنظن ماشي كنظن، انا متاكد 100% حكام الدول وما يقدروش يديروا هادشي كامل، وكتشوف يوتيوبر عادي هكا كيدير بحال هاد الحوايج هادو، شي حاجه الهربه اصاحبي، ما خصنيش انسبيرا منه، يعني كان بامكانه ديك الفلوس يمشي يشري بهم شي قصر في لوس انجلوس ويجلس ويدير رجل على رجل ويعيش حياته كامله وبخير بديك الثروه اللي عنده دابا، ولكن لا مازال كيختار يعاون الالاف ديال الناس، فهادشي ناض ياك، خاص الناس كلهم يحترموه على هادشي اللي كيدير. لا ماشي كاع الناس كيتفقوا مع مستر بيست، وهذا هو الموضوع ديال هذه الحلقه هذه، واللي هو ضروري كل بطل كيكون عنده شرير ديالو، مثلا باتمان والجوكر، سبايدر مان وفينوم، انا والحياه، مستر بيست والهيترز ديالو، اللي واخا ما نعرف شنو يدير عنده بالقدره سبحان الله انه يجبدوا اي حاجه خايبه في داك الشيء اللي دار، يعني حرفيا يكون جا مستر بيست وفرق عليهم كاملين مليون 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 لواحد، غادي يجي يقول له او لا علاش ما عطيتينيش مليون دولار ودولار، يا الزخراب يا الشرير وا وا وا. يا وين هالدرجه الدراري، وكتب في واحد التغريده باللي راني عارف غادي تكانسل على داك الفيديو اللي درت، ولكن ما بقيتش مهتم صراحه، وغادي نبقى نعاون الناس ديما، ولما تيقتيش هادشي كامل عزيزي وعزيزاتي، احنا غادي نشوفوا دابا امثله قدامنا ديال الهيترز، وبالهيترز كنقصد هاد التويته اللي قدامنا دابا، ومشات فايرل وكلشي كيهضر عليها، وشيت شحال كبيره، هولي فاك بنادم عنده هاد الوقت كامل والجهد والفراغ في حياته باش يقاد ليست بحال هادي، برو فريمون شاف الفيديو ديال مستر بيست وتعصب بزاف، تعصب لدرجه تشد ورقه وسيرو وبدا يقيد هاد النقاط هادو. او بعدا قبل ما نكمل بغيت نقول لك علاش بغيت ندير فيديو بحال هذا، اوكي صافي بغيتك تفهم بلي راه واخا ما عرفتش شنو دير في هاد الحياه، راه الهضره فيك فيك، وبنادم اللي غادي يبغي يحطمك راه غادي يحطمك anyway، واخا دير شي حاجه زوينه واخا ما ديرش كاع. على سبيل المثال بزاف ديال الناس كينتقدوا الدوكيمونتير ديال هبات، ولكن صاحبي علاش اعتبروا فيديو عادي، انت مالكم معصبين صاحبي، تشيل تشيل شويه، السيد عنده قناه ديالو يحط فيها اللي يبغى، وحتى حد ما جدك بالسيف قال لك سير تفرج فيه عادي. انا شخصيا عجبني بنادم اخر ما عجبوش، مثلا كون حطوه في السينما وكان خاصك تمشي تخلص مثلا 300 درهم باش تتفرج فيه وما عجبكش، واه ديك الساعه واه من حقك تنتقد، حيت خلصتي ديك الساعه فلوسك وضيعتي وقتك anyway، ولكن الصاد انت ما جبرك حتى شي واحد باش يتفرج عادي، كيف يوتيوب بغيت تفرج له بغيتي لا، فهمت علاش هذا الانتقاد كامل وكيسبوه وما نعرف شنو، صافي صاحبي بنادم حط فيديو عادي انت بالك ما يكون معصبين صاحبي. anyway صوري كنبدا نتفاهم هاد البرانات هادو وكنخرج على الموضوع ديالنا، ولكن الخلاصه اللي هي الا كنتي باغي دير شي حاجه غير ديرها، علاش الهضره فيك فيك، مثلا عبد الاله راه الهضره فيه فيه، سواء حط داك الدوكيمونتير سواء ما حطوش الهضره كاينه كاينه صاصو صافي، اللهم دير شي حاجه مزيانه صافي. alright فرجوا على التغريده ديال هاد الاسطوره هذا اللي معنا اليوم، واول حاجه بدا بها وهي فيديو ديال مستر بيست فين بنى 100 بئر في افريقيا هو عدم احترام وتقدير لافريقيا. اوكي ماشي مشكل كل واحد عنده الراي ديالو، فاجي نشوفوا شنو الاسباب اللي خلاوه يقول هاد الهضره. اوكي اول عارضه قال فيها بلي مستر بيست وصف افريقيا كامله بلي هي عباره
على فقط على عروبية والناس عايشين كف أكواخ وغير مخبعين كف تحت شجر. ولكن إذا كان فريمو مشاشة في الفيديو مستر بيس حرفيا حدد البلدان اللي مشى لهم وقالهم بسميات، يعني مشي قال مشيت لإفريقيا، لا تيقول بالضبط البلدان اللي دار فيهم هاد الآبار، يعني مشينا البلد آ مشينا البلد ب مشينا البلد سي. وفريمون دوك البلدان اللي كان قالهم عروبية وصافي صافي، يعني بالرجولة كمان فقيرين بزاف اللي مشي شي فيديو وكانوا محتاجين لهادشي اللي دار لهم وبزاف. تصور معايا كانوا كيخصهم يمشيو المسافات الطويلة، تنقول لك طويلة ديال بصح كيقطع عينك الجبال باش يوصلوا لواحد النهر هو الوحيد اللي قدروا يجيبوا منه الماء، وذاك النهر ملوث يعني فيه جميع انواع البكتيريا، وتما كيدوشوه وتما كيخصهم يغسلوا هوايج وكيشربوا منه حيت ما عندهمش بديل، واكيد كيمرضوا منه بزاف وكيموتوا منه بزاف ولكن ما عندهم ما يديروا. فنقدروا نقولوا مستر بيس هنا بلي نقد ارواح كاع، علاش لا؟ صو ماشي هو شد كاميرا وجا قال لهم واش الخوت مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وفي هذه القاره المتخلفه، واليوم غادي نوريهم النور حيت كانوا عايشين في الظلام وما نعرف شنو. لا عادي مشى لدول محدده اللي كانوا بصح محتاجين داكشي اللي غادي يقدم لهم. العريضه الثانيه قال فيها بلي مستر بيس بين بلي افريقيا ما فيهاش مياه صالحه للشرب. اوكي هادشي هدرت عليه ديجا، ما فهمتش بحال كيكتب نفس الهضره غير كيبدا يبدل لها السياق كيفاش كتكتب وصافي. العريضه الثالثه ما غاديش نهضر عليها كاع حيت كتبين بلي هاد الشخص هذا عبيط اصاحبي ومكلخ. حيتاش قال علاش مستر بيس ما استعملش البور هولز ولا بيب بورن ووتر، هو حرفيا حط صويره ديال مستر بيس مع بور هول اولا هذيك اللي كتحفر حفره طويله في الارض. وات افريقيا ما كتحتاجش التبرع بالمياه، حنا ماشي فقراء لهاد الدرجه ولا فينا العطش. وات انا شخصيا نكون ساكن في دوك القرى اللي مشى لهم مستر بيس وعايش في داك العذاب وجا ودار لينا داكشي كامل كان في فيديو، صاد غادي يكون عندي السلطه غنجدو غنحطو حاكم للبلاد هكا وغندير تصويرته في فون ديكرون. واش انت صافا وي تقدر تكون انت ما محتاجش الماء، ولكن واقيلا ما عارفش بلي افريقيا راه قاره كامله صاحبي قد قداش صاحبي، واقيلا افريقيا غير حد الدرب الثاني اللي حداه. لا صاد افريقيا راه كبيره صح، وكيف ما فيها ناس ما محتاجينش بحالك انت راه فيها ناس اللي محتاجين وفري محتاجين ومازالين فيها لحد الان ناس محتاجين. ولكن اسمع اسمع هادي فريمون سيرات معايا، قال لك هادي هي الراسماليه غادي يجي يستغل البلدان الفقيره مساكن باش يجيب الارباح من اليوتيوب. بدا اول حاجه بعدا نقد راسه في ديك العريضه اللي قبل حيت قال افريقيا ما فيهاش الفقر، فهادي اول حاجه. ثاني حاجه واش 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 عقلك فيه لوزه ولا كوكاوه هي اللي جالسه كدور تماك؟ واش عقلك صايط فيه البرد؟ عرفتي شنو كيبغيو هاد الناس باش يكونوا مرتاحين في حياتهم وينعسوا مرتاحين البال في الليل؟ عرفت شنو خاصهم؟ هو تجي وتغير لهم المستوى المعيشي ديالهم وتنقذهم من الامراض والفقر وتقاد لهم الابار وتقاد لهم النظام التعليمي، ماشي تقاد لهم ولكن تحسن لهم النظام التعليمي ديالهم، تشري لهم بيكالات تقاد لهم جسر، يعني تشرا فري خاصو ملايين الدولارات الساط وراه 100 بئر هذاك، والترونسبور من دوله لدوله ومعاه تيم قدو قداش، والاليات اللي جايب معاه باش يخدموا داك الشيء راه ميزانيه قدا قداش. ولكن لا واخا هادشي كامل بالسيرفيس ما خاصو يربح والو. صافي يقضي هادشي ويمشي بحاله ويربح حتى شي حاجه. ياك اخويا مروان ما فهمتش انا لايك شنو فيها لا نفع شي ناس ويستافد حتى هو، ما فهمتش. فاللي بغيت نقصده عزيزي المشاهد انك فاش غادي تبغي دير شي حاجه في حياتك راه ما غاديش تقدر تربح ضد هاد الهيترز هادو، فما تحاولش تحارب معاهم واخا ما عارف شنو دير ما تربحش شي، واخا ما يلقاو كاع ما يديروا والو والو كاع ما يلقاو حتى شي غلط غادي يجيو يقولوا او او علاش هاد الدراري كيضحكوا وجالسين هكا فرحانين. نو هادشي غير ممكن، وبيا في البيا غادي يكون حاط لهم هكا فردي على راسهم باش يضحكوا بالسيف من اجل الكاميرا الفيديو يطلع ناضي ولا مهدد لهم عائلتهم. برو ما يمكنش تربح. الا كنتي باغي دير شي حاجه في حياتك راه الكريتيك فيك فيك الصاد، صافي ديرها وما تسوقش. وانا بالنسبه لي صراحه كنحترم بزاف هاد الشخص هذا حيت معظم اليوتيوبرز الا ما قلتش كاملين وكنظن كاملين فاش كيوليو مشهورين كيضربوا ديك 20 مليون مشاركه هكا صافي ما كيبقى لا كونتنت لا والو، كيمشي يشري لي شي قصر في شي قنت وكيعيش بدوك الفلوس اللي يجمع حتى كيموت. وكاين خونا بزاف اصاحبي عنده 200 مليون مشارك وكل فيديو كيحطو كتحس به شي واحد اللي لا بدا يوتيوب واحد الحماس وواحد الطاقه فيه راه ما يمكنش. فين ما كنبدا نعجز ونعياك على فيديو كنقول ويلي انت الا بديتي دي عامين وعييتي، شوف هذا 10 سنين هو كيلوح ومازال متحمس بحال الا بدا، وكنوض كنخدم على راسي. فري فري صعيب تكره هذا الشخص هذا، وحتى الا كرهتيه غادي تكون كتحترمه بالسيف عليك حيت عادي تقدر تكون كتكرهه مثلا حيت كتغار منه ولا شي حاجه ما تعجبكش وجهه ما تعجبكش الطريقه كيفاش كيلبس ما نعرف، ولكن الداخل ديالك الصاط غادي تحترمه بالسيف عليك فاش غادي تشوف هادشي اللي كيدير. عادي انت انسان وغادي تحترم الانسانيه. اجي بعدا نشوفوا اصلا شكون مولا التغريده هذه حيت فاش كنشوفو كينتقد بحال هكا كتبغي تعرف شكون هذا اللي جالس كينتقد شنو داير في حياته. اوكي فاش بديت هكا كنقلب شي شويه لقيت هذا الشخص هذا بلوغر يعني مدون ساكن في غانا وعنده هنايا مكلاصي ما نعرف شنو، المهم ندوزو هادشي هذا. من بعد لقيته حاط كليبات هكا عشوائيين بلا ما يهضر ما والو من الفيديو نفسه ديال مستر بيس، ما عرفتش علاه صراحه واخا هادشي راه كتعتبر سرقه انك تحط الكليبات ديال الشخص اللي انت اصلا جالس كتنتقدو. وهنا كيقول لي هو يخدم البروفوكود ديالو. اوه قول لي القضيه كامله دايره على هذا البلان هذا. اوكي انا نشرح لكم. وهذا خونا شحال ميكا
ميكروب وناري. اوكي انا اشرح لكم الخوت اللي بالنسبه للناس اللي ما فاهمين في الاتحاد. دابا مستر بيست لها فيديو اوكي، داك الفيديو وصل ل 100 مليون مشاهده، يعني الفيديو مشى فايرال النت. صدق هذا خونا هذا جلس وقال شنو الخطه دابا؟ الخطه هي انني نهضر على مستر بيست، ولا هضرتش عليه غادي يمشي فايرال حيت الفيديو ديالو مشى فايرال. خصني نهضر على داك الفيديو هذاك باش ما كان واخا ما فيه ما يتهضر عليه، ولكن انا لا غنمشي وغنهضر عليه باش يمشي فايرال. ولا مشيت فايرال كلشي غادي يدخل لهاد السيد القمر والعياذ بالله، ويستعمل البرومو كود ديالي. يعني كلشي فهاد الميديا عنده اجندا صاحبي وخطط ومصالح والتهاب، ومن حد مازال هابط ما كاين غير الاعلانات ديال السيد القمر. ذات سيت يعني من الاخر هضر غير حيتاش بغى يبروموتي الكونت ديالو. ذات سيت ما كاين لا مستر بيست خايب لا حتى شي حاجه. يعني واخا يجيك الهيت عزيزي المشاهد، عرف بلي داك الهيت ماشي شخصي وماشي بيرسونيل. يقدر داك خونا اللي جالس كيهيت عليك ولا اللي جالس كيعايرك عنده مصالح اخرى اللي لا علاقه بك نتايا، فما تنساهش تعطيه الطاقه ديالك. عموما نتمنى تكون استفدتي شي حاجه من هذا الفيديو اللطيف هذا، ونتمنى انه كان خفيف على قلبك كيف ما انت خفيف على قلبي. ما تنساش تخلي واحد لايك وشارك في القناه، هادشي كيعاوني بزاف. وشكر خاص لهذا الشاب الجميل هذا حيت انتسب في القناه، كنقدر هادشي بزاف والله. وراه كنشوفك الساط ولا طلعتي لي اليوم وشك، ثانك يو سو ماتش. ما تنساش تشوف فيديوهات اللي فاتوا، وانا متاكد غادي يعجبوك، هما غادي يكونوا كيبانوا لك دابا قدامك. كان معكم بلاك، ونشوفوا فيديو جديد وبيس.